اهلا بيكم مرة تانية على اسكولا. خدنا المرة اللي فاتت انواع السياحة في مصر. النهاردة هنتكلم عن الدرس الثالث وهو التنمية السياحية في مصر. هنتكلم عن المقصود بالتنمية السياحية، هنتكلم عن اهداف التنمية السياحية، هنتكلم عن اهم المناطق اللي بتجذب السياح لنا في مصر، هنتكلم كمان عن اهمية السياحة في مصر. يلا مع بعض نشوف ونعرف أهمية التنمية السياحية والتنمية عندي في مصر. يلا مع بعض. أهلا بك أولاد في الوحدة الثانية في الدرس الثالث التنمية السياحية. أول حاجة هتكلم عنها النهاردة هو المقصود بالتنمية السياحية. أول حاجة أولاد في التعريف عندي اللي هتكلم فيه دلوقتي المقصود بالتنمية السياحية هي إيه؟ هي أول حاجة عندي بتكلم فيها هي المشروعات والخطط. المشروعات والايه؟ والخطط السياحية التي تهدف إلى زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر. يبقى أنا أول تعريف عندي في التنمية السياحية المشروعات والخطط اللي بتقيمها الدولة علشان تجذب السياحة إلى مصر. والمشروعات دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم تقيمها الدولة عشان تجذب السياحة عندنا في مصر. النقطة الثانية اللي هتكلم فيها وهي أهمية التنمية السياحية. طبعا السياحة دي أو التنمية دي لها أهمية، أكيد لازم هستفيد بيها. هستفيد بيها في إيه؟ أول نقطة عندي بتكلم فيها هي زيادة عدد السائحين الوافدين إلى مصر. طبعا ده شيء طبيعي جدا إن التنمية السياحية ديت بتزود لعدد السائحين، بتضعف لي كمان الإيه يا أولاد؟ الدخل من السياحة. بتضعف لي أو مضاعفة الدخل من السياحة، إن الدخل بتاعي ده بيزيد. معنى اللي هو بيزيد، معنى اللي هو بيعمل لي ايه كمان؟ بيعمل لي على رفع مستوى معيشة المواطن ايه؟ المصري. ممكن السؤال ده يقول لي اهمية التنمية السياحية على طول، ممكن يقول لي بما تفسر اهمية التنمية السياحية. يبقى انا عندي ثلاث نقاط مهمين جدا في اهمية التنمية السياحية: زيادة عدد السائحين الوافدين الى مصر، مضاعفة الدخل من السياحة، رفع مستوى معيشة المواطن المصري. دلوقتي هتنقل للنقطة الثانية وهي أهمية السياحة في مصر. أول حاجة بتكلم عنها في السياحة أولها اللي هي بتوفر لي دخل قومي. طيب الدخل القومي ده بنسبة قد إيه؟ بنسبة 18%، دي تعتبر نسبة مش قليلة. معنى كده إن السياحة مصدر مهم جدا من الدخل القومي عندي في مصر. طيب النقطة التانية اللي هتكلم فيها في السياحة اللي هي بتسهم في أولاده، ده ممكن سؤال يجيلي، بتسهم في حل مشكلة إيه؟ في حل مشكلة البطالة، وبتوفر لي إيه أولاد كمان؟ بتوفر لي فرص عمل للشباب. وبتعتبر السياحة أيضا المصدر الأول للعملات الأجنبية. يبقى أنا كده اتكلمت عن ثلاث أهميات عندي للسياحة في مصر، اللي هي بتوفر لي 18% من الدخل، بتحل لي مشكلة البطالة، وبتوفر فرص عمل لكتير جدا من الشباب. هي المصدر الأول للعملات الأجنبية. العملات دي اللي بتساهم في إيه؟ في بناء المستشفيات وبناء والطرق والكباري وكل الحاجات دي كلها، وبتزود كمان إيه؟ دخل الفرد ويعيش في مستوى أفضل وأحسن. طيب في كمان عندي ساهمت في انشاء العديد من المدن والقرى السياحيه الجديده اللي لسه ناشئه من فتره صغيره، والمدن دي ضموها كانها مناطق سياحيه جديده، اللي هي ايه بقى؟ مرسى علم ورأس بناس، بيعتبروا كمناطق ايه؟ سياحيه. ايضا يا اولاد بيجي لي سياح عرب اللي هو زي دول الخليج مثلا، فالسياحه العربيه دي بتعتبر ايه؟ مصدر كبير جدا للدخل القومي. يبقى أنا عندي كده كمان، ودي رقم 4، اللي بتعتبر السياحة العربية مصدر كتير جدا أو مصدر كبير قوي للدخل القومي عندي في مصر، لأنهم بيجوا في الصيف وبيجوا في الشتاء، مش في الشتاء بس. طيب إن كل مليون سائح كمان بيوفر لي قد إيه فرصة عمل؟ ده شيء مهم جدا، حوالي 200,000 فرصة عمل. بيرتبط بالسياحة دي إيه يا أولاد؟ حوالي 70 صناعة. لازم يوفر لي 70 صناعة دي، أو يوفر لي الصناعات اللي تبقى تغطي القرى السياحية دي وتبقى متوفرة للسائح عشان يقدر يجي لنا مرة تانية، وكمان تبقى مدة الإقامة بتاعته أطول. يبقى أنا كده اتكلمت عن أهمية السياحة اللي بتوفر لي 18% من الدخل، تسهم في حل مشكلة البطالة، وبتوفر لي فرص عمل كبيرة جدا للشباب، مصدر الأول للعملات الأجنبية، وإنشاء كرة جديدة بالعملات دي أو المناطق دي زي مرسى علم ورأس بناس، وإن بتعتبر السياحة العربية لمصر مصدر كبير جدا للدخل القومي، بتوفر لي حوالي 200,000 فرصة عمل و70
صناعة. كده أنا اتكلمت عن أهمية السياحة في مصر، وهتلاقوا فيه سؤال في آخر الحلقة. دلوقتي هتكلم عن المناطق اللي بتجذب لي السياحة في مصر. طبعا عندي مناطق كتير جدا في مصر، الأقصر وأسوان، الأهرامات، الساحل الشمالي، دي كلها مناطق بتجذب لي السياحة. المناطق دي اللي هي زي إيه كده؟ أنا عندي هنا صورة لقرية مارينا السياحية بالساحل الشمالي، طبعا دي السياح بيجيها من كل مكان، طبعا منطقة رائعة وجميلة بتتمتعوا بالبحر والشعاب المرجانية، وزي ما انتم شايفين الصورة بتتكلم عن نفسها. عندي كمان مدينة مرسى علم، دي بالبحر الأحمر، دي مناطق الجاذبة جدا والجديدة اللي جذبوا السياح في الفترة الأخيرة. عندي كمان منطقة سوق خان الخليلي بالقاهرة، ودي من المناطق أيضا بخلاف اللي جاذبه للسياحه، بخلاف طبعا الاهرامات والاقصر واسوان بكل الاثار الموجوده فيها. طبعا دي مناطق يا اولاد كل السياح بيجوا عشان يستمتعوا بيها ويستمتعوا بجمال الطبيعه فيها. الجزء الثاني اللي هتكلم فيه اللي هي اهداف وسائل التنميه السياحيه، طبعا ده شيء مهم جدا. الهدف اللي انا هعمله عشان اوفر التنميه السياحيه دي، او ايه الهدف منها؟ اول حاجه بتكلم فيها زياده عدد السائحين، طبعا عن طريق يا اولاد عن طريق الدعايه اللي انا اعمل ايه؟ طبعا زياده عدد السائحين زي ما انتم شايفين اهي عن طريق الدعايه الخارجيه. انا ممكن اعمل دعايه عن طريق التلفزيون، ممكن اعمل دعايه عن طريق الانترنت، اعمل صور للمناطق الجاذبه عندي في مصر وانزلها واعمل ان دي المناطق الموجوده عندي في مصر، فبالتالي السياح ممكن يشوفوا الاماكن دي ويجي يزوروها ويجي يقيموا عندنا. السياحة في مصر طبعا الدعاية الخارجية دي الهدف منها ايه؟ ان هم ييجوا مصر عشان يزوروها ويزيدوا كمان من مدة اقامتهم وزيادة ايه؟ عددهم. ده الهدف من الاعلانات دي او الدعاية الخارجية دي. يبقى انا عندي من اهداف وسائل التنمية السياحية عندي في مصر زيادة عدد السائحين الموجودين، وان انا اعمل الدعاية دي سواء عن طريق التلفزيون او عن طريق الانترنت وانزل الصور بتاعتي عشان اجذب السياح ليها، بالتالي هيجوا عندنا، بالتالي هيزيد عددهم. طبعا ده الصورة اللي انا حاطينها تحت دي وموجودة تحت دي هي مسجد الحسين بالقاهرة، طبعا دي من الاثار الموجودة او المناطق الاسلاميه الهامه جدا اللي ممكن السياح يجي يشوفوها في كل وقت. طبعا امن وسلامه السائح دي مسؤوليتنا، وانا يمكن كلمتكم في الدرس اللي فات ان لازم السائح يحس بالامن والامان على نفسه وماله عشان يقدر يجي تاني ويقدر كمان يقيم اكبر فتره ممكنه. الجزء اللي بعد كده في اهداف التنميه السياحيه وهي زياده وتطوير المنشات السياحيه، وعلى فكره ده ممكن يجي لك سؤال لوحده يقول لي ايه الهدف اما تفسر تطوير المنشآت السياحية ليه؟ ده ممكن ما يجيش في الأهداف ويجي لوحده كده. تطوير المنشآت السياحية الهدف منها من هذه المشروعات اللي أنا أزود إيه يا أولاد؟ الفنادق السياحية والمطاعم والقرى السياحية، وأطور كمان المشروعات القائمة عليها. يبقى أنا عندي هنا نقطتين، إيه هما؟ زيادة عدد الفنادق السياحية والمناطق والقرى السياحية وتطوير المشروعات القائمة. طبعا هنا زي ما انتم شايفين في الصورة احد الفنادق الحديثة الموجودة عندي في مصر، موجودة عندي اهي، وعندي كمان احد المطاعم العائمة المنتشرة على طول نهر ايه النيل. طبعا المناطق دي يا اولاد او الحاجات دي بتجذب السياح لينا، وده هدف من اهداف التنمية الايه السياحية. بعد كده هتكلم عن اهداف وسائل التنمية السياحية عندي في مصر، هي النقطة الثالثة، وهي زيادة التنوع السياحي. لازم يا ولاد يبقى عندي فيه تنوع في السياحه، يبقى عندي اكتر من نوع في السياحه، لان التنوع ده هيؤدي الى ايه؟ وده سؤال برضو انا كاتبه لكم في نهايه الحلقه. يبقى استحداث كتير جديد للسياحه ادت الى التنوع السياحي. كمان انا عندي انا كلمتكم فيها قبل كده سياحه المهرجانات، وعندي سياحه الرياضيه، وعندي سياحه الغوص، وعندي بالبحر الاحمر. طبعا زي ما انتم شايفين دي صوره او احد نماذج السياحه الرياضيه في مصر، ونازل تحت طبعا زي الغوص، ونازل طبعا تحت اهو زي ما انتم شايفين، والشعاب المرجانيه حواليه والاسماك والكلام ده كله. ده كله طبعا يا اولاد من المناطق الجاذبه اللي بتجذب السياح عندنا في مصر. عندي طبعا الواحات البحريه، دي احدى نماذج السياحه السفاري، لان انا قلت لكم قبل كده ان السياحه السفاري دي هي سياحه المغامره، ان هو يقعد في الصحراء ويستمتع بالمكان الطبيعه من غير اي شيء تقليدي، حاجه شيء بالنسبه له جديده، استمتع بالحيوانات اللي موجوده حواليه، استمتع بالنباتات الجديده الموجوده حواليه، دي كلها اشياء موجوده
في السياحة دي بيستمتع بيها. طبعا السياحة السفاري بتتم عندي في الواحات، كمان عندي سياحة اسمها اليخوت، اليخوت اللي هو يخت يعني مركب مجهز في كل حاجة، ويبدأ يمشي بيه في المية يتفرج على المناطق اللي حواليه ويقعد في المية، ممكن يمارس كمان الغوص وهو في اليخت ده. طبعا دي شيء مهم جدا، لازم تتنوع عندي انواع السياحة عشان تجذب للسياح، والتنوع ده هدف من اهداف التنمية الايه السياحية. بعد كده هتكلم عن مفاهيم الدرس. انا عندي مفهومين مهمين جدا، كلمه دخل قومي، عايز افهم يعني ايه كلمه دخل قومي. انا قاعده اقول لكم زياده الدخل القومي 18000 او 18% من الدخل. انا عندي هنا الدخل القومي المقصود به هو اجمالي الدخل الذي تحققه الانشطه. يعني ايه الانشطه دي؟ مش شرط تكون سياحه بس، ممكن تكون انشطه تانية اللي بيحققوا الانشطه الاقتصاديه في الدوله، سواء كانت زراعه او صناعه او تجاره او سياحه. يبقى انا عندي هنا الدخل القومي الهدف منه ان هو بيحقق الانشطه الاقتصاديه دي في الدوله، سواء كانت زراعه او صناعه او تجاره او سياحه. النقطه الثانيه في المفهوم اللي هتكلم فيه هي المقصود بالتنميه السياحيه، هي المشروعات والخطط. هي ايه يا اولاد؟ هي المشروعات والخطط التي تهدف الى زياده اعداد السائحين الوافدين الى مصر، ودي قلتها لكم في اول او بدايه الحلقه. بعد كده هتكلم عن التدريبات الخاصه بالدرس ده. اول سؤال بيقابلني بيقول لي ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره الخاطئه مع التصويب. طبعا تزيد السياحه من فرص العمل وتسهم في حل مشكله البطاله، العباره دي صح ام خطا؟ ها برافو، العباره دي يا اولاد العباره دي صحيحه. انا قلتها لكم من البدايه ان هي بتوفر فرص عمل للشباب وتسهم كمان في حل مشكله البطاله. السؤال الثاني بيقول لي بيقتصر وجود السياحه عندي في مصر على الثقافه او السياحه الثقافيه عندي في مصر؟ يعني العباره دي يا اولاد بتعمل اثار، العباره دي خطا لانها لم تقتصر على الاثار، في حاجات تانية ثقافيه ممكن نعتمد عليها. السؤال الثالث بيقول لي تعد السياحه المصدر الثاني للعملات الاجنبيه، العباره دي يا اولاد برافو، العباره دي خاطئه لان هي المصدر ايه؟ المصدر الاول مش الثاني. طيب تضم منطقه الساحل الشمالي السياحه الاسكندريه والغردقه ومرسى مطروح. الساحل الشمالي ما عنديش فيه غردقه، العباره دي ايه؟ العباره دي خطا. انا عندي الساحل الشمالي اسكندريه ومطروح، لكن الغردقه مش من ضمن الساحل ايه؟ الشمالي، دي مناطق البحر الاحمر. طيب دلوقتي هنتنقل على النقطه الثانيه وهي اكمل العبارات الاتيه. تهدف السياحة أو بتهدف التنمية السياحية إلى نقط ونقط ونقط، برافو. يبقى أول نقطة عندي اللي هي إيه؟ زيادة عدد السائحين. طب التانية زيادة المنشآت السياحية. طب التالتة برافو التنوع السياحي. يبقى بتهدف التنمية السياحية عندي زيادة عدد السائحين، زيادة المنشآت السياحية، التنوع السياحي. من أنواع السياحة الجديدة عندي في مصر سياحة، ها برافو، مهرجانات وسفاري. من مناطق السياحة في الصحراء الغربية الواحات والتجول في الصحاري. طيب بتهدف أو رقم دال بيقول لي بتهدف مشروعات التنمية السياحية إلى زيادة أعداد إيه؟ السائحين والمطاعم وإيه؟ والقرى السياحية. السؤال اللي بعده بما تفسر أو أذكر سببا واحدا لكل من ما يأتي. أهمية السياحة للاقتصاد المصري. أنا اتكلمت عن السؤال ده قبل كده وقلت لكم أنا جايب لكم السؤال فيه، بيقول لي فيه إيه بقى؟ تزيد من الدخل القومي، برافو، ايه كمان؟ وحل مشكله البطاله، وايه كمان؟ والمصدر الاول للعملات الاجنبيه. يبقى انا عندي ثلاث نقاط مهمين جدا في اهميه السياحه، تزيد من الدخل القومي، حل مشكله البطاله، المصدر الاول للعملات الاجنبيه. زياده اعداد السائحين الاوروبيين في مصر شتاء، ليه؟ للاستمتاع بالدفء واعتدال المناخ في مصر في فصل الشتاء. النقطه اللي بعدها زيادة عدد السائحين العرب في مصر صيفا، ليه العرب بيحبوا طبعا مصر في الصيف او في الشتاء؟ بسبب اعتدال ايه يا اولاد؟ بسبب اعتدال مناخ مصر اللي بيجذب السياح سواء كان عرب او اجانب. النقطة اللي بعدها ما النتائج المترتبة على تنوع او تنوع النشاط السياحي في مصر؟ ادى الى ظهور انواع جديدة من السياحة مثل سياحة المؤتمرات وسياحة السفاري والمغامرات والسياحة الطبية. ما النتائج المترتبة على زيادة الدخل القومي في مصر؟ حل مشكلة البطالة وارتفاع مستوى المعيشة.
وبكده انا راجعت الاسئله الخاصه بالدرس، ويا ريت نراجعها كويس، نهتم بيها وتشوف كل سؤال عايز ايه. يلا اشوفكم على خير. انتهى الدرس خلاص، وده كان اخر درس في الوحده الاولى. ان شاء الله عامل لكم مراجعه على الوحده كلها. اتمنى لكم كل خير، وتذاكروا كويس وتراجعوا الاسئله كويس، واوعوا تنسوا لايك شير سبسكرايب. اشوفكم على خير، باي.